اتفضل جو. اهلا يا باشا، خير؟ في ايه تاني؟ انتي ما عرفتيش اللي حصل ولا ايه؟ لا ما عرفتش الاخبار الجديده عندك. بدر اتقبض عليه. يا مصيبتي. والقضيه اللي لبسها مش هياخد فيها اقل من 25 سنه سجن. انا قلت اجي افرحك. تفرحني؟ اتكلمي. اقول ايه بس يا باشا؟ تقولي الحقيقه يا باشا. انا لوحدي هنا ومليش حد. انا عايزك تهدي وتحكي لي كل حاجه بالظبط. اخاف اقول يا باشا. يا باشا انا مليش ظهر هنا، والناس عارفه عن الغجر ان هم ملهمش ملي. انت قلت ان الست كريمه هي اللي وزتك على القتل؟ مبقتش عارفه ايه اللي بيحصل لي ده. مبقتش عارفه. كل حاجه ضدك يا نعيمه، كل حاجه في الدنيا بتحاربك، مع اني والله دايما في حالي، والمصايب هي اللي بتتحدف عليا مش انا اللي بروح لها. فرحانه بحلاوتك قوي ونغشتك. فرحانه بالرجاله الملمومه حواليكي. هي حلاوتك دي ما جابتلكيش غير المصايب. كل راجل يعدي عليكي بمصيبة شكل. وعصام ده بقى أكبر مصيبة سودة في حياتك يا نعيم. هتعرفي تخلصي منها إزاي؟ إزاي؟ شكلك مش هتعرفي، وهتلبسي في الحيط. إذا كان بدري ما خدش في إيديهم غلوة، بدري الجامد خلصوا منه وحبسوا في مصيبة مش هيخرج منها أبدا. بدري، يا ترى حبيتيه بجد يا نعيمة؟ حبيته ما حبيتوش؟ أهو راجلي وضلي وسندي وخلاص، ما أثرش معايا في حاجة. ده أنا لو كنت عايزة نجمة من السما كان جبالي. نجمة إيه وسما إيه؟ فوقي يا نعيمة فوقي. أنتي واقعة على جدور رقبتك ولابسة في ورطة ملهاش حل. يا ترى إيه اللي جايلك يا نعيمة؟ كريمة إيه اللي حصل؟ أنا عارفة يا أختي الكلام اللي بتقوله البنت دي صح؟ لا مؤاخذة يا شويش. قولي لي يا بنتي، هو ده وقته؟ أنتي تعرفي بس عني إن أنا ممكن أعمل كده؟ أمك تعمل كده؟ يا عم بالراحة شوية. بقول لك بالراحة. جدتي ماما شخت. هو ايه اللي حصل يا شه؟ ما اعرفش يا عمتي، متهمينها ان هي اللي وزت البنت سينا تقتل محرم. كريمة تقتل محرم؟ طب ليه؟ ما اعرفش.